صباح الخير اعزائي المشاهدين، صباح الخير زملائي بالاستوديو. نبدا فقره رياضيه جديده اليوم. تدريباتنا راح تكون المنطقه الظهر، راح ناخذ 3 تمارين نشتغل بها على اكثر من زاويه بمنطقه الظهر. قبل هذا كله نبدا بتهيئه عضليه ومفصليه. نبدا بمفصل الرقبه للجانب، 1 2 3 4 5 دائري، 1 2 3 بالعكس، 1 2 3 جذع جانب، 1 2 3 4 5 6 ورك للجانب، 1 2 3 4 5 6 ركبة للداخل، 1 2 3 4 5 بالعكس، 1 2 3 4 5 قدم جانب، 1 2 3 4 5 قدم الثاني، 1 2 4 5 هيئنا جسمنا تهيئة عضلية ومفصلية. راح نبدأ بتدريباتنا، راح ناخذ الشفت هذا الموجود الوزن بصورة مستقيمة، لا بالعكس ايديش مو مقلوب، اي عادي ضيق ايدي شوية، راح اخذ ضيق الايد ضيق، انزل انحناء 90 درجة، اسحب الشفت على بطني وارجع مرة ثانية بصورة ابطأ من هذه، 1 2 مثل ما تشوفون احافظ على استقامة الظهري، مدة كاملة للاسفل وصعود للاعلى حتى اشغل الخوارج الظهر، 8 9 10 هذا التمرين الاول اللي اخذته 10 تكرارات، اقدر اعيده 15 تكرارة في 4 أو في 5. التمرين الثاني راح ايدي راح تكون بالمقلوب، ايدي راح تكون بصورة عريضة حتى نستغل الدواخل عضلة الظهر، انزل نفس الحالة 90 درجة، ايدي للامام اسحب، 1 2 3 4 5 6 7 8 خلاص. نفس الحالة التمرين اقدر اعيده 10 تكرارات او 15 تكرارة في 3 أو في 4. التمرين الاخير اللي راح اخذ حتى اشتغل به عضلة اسفل الظهر، الوزن القبضة مالتي متوسطة، انزل للاسفل واصعد مرة ثانية للاعلى، اخلي عندي انتناء بالركبة بسيط حتى اتلافى شر الاصابة، 1 انزل باع الانتناء بالركبة بده يصير اثناء النزول حتى ما يصير عندي ضغط عالي على الظهر ويسوي لي اصابة، 4 5 6 7 8 شكرا. طبعا هذا الـ8 عدات مو كافي، لازم اسوي 10 تكرارات، اسوي 12 تكرارة، اعيد 3 مرات أو 4 مرات، ويا هذا كله التزم منهاج غذائي خالي من السكريات والمعجنات حتى اقدر اوصل الوزن المثالي. شكرا لكم، وهذا عودة للزملاء في الاستوديو، في امان الله.